نفسي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قد أفلح من زكاها. الخطاب من رب الأرباب إلى خلقه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: مذاكرة العلم تسبيح، والبحث عنه جهاد، مذاكرة العلم بين من أهل العلم بيعدوا مع بعضهم، بتروح هناك 3 ساعات ما بيتعرضوا لمسألة علمية، بطأل عنك معلش. أما مدارسة العلم ما عندهم وقت مساكين. مذاكرة العلم تسبيح، يعني إذا واحد جلس قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إله أجر ولا ببلاش؟ في أجر. هل يعادل سبحان الله مدارسة العلم ومذاكرة العلم؟ مذاكرة العلم أفضل من التسبيح، والبحث عن العلم جهاد. هذا كان لزماننا، أما اليوم ما عاد في من يبحث عن العلم، ما عاد له وجود العلم اليوم. العالم اليوم اللي حاصط بجيبته سلاحه، كانوا الشباب زمانهم يحطوا مسدس في جيبته على خصره، اليوم صار في اغلب من مسدس. عندك واحد؟ ما عندك واحد اغلب من مسدس؟ عندك ولا ما عندك؟ ما عندك موبايل؟ أغلى من المسدس هذا. المسدس بيقوم بوظيفة واحدة، هذا بيقوم بعدة وظائف. وطلب العلم قربة إلى الله عز وجل. وطلب العلم قربة إلى الله عز وجل.
وبذله صدقة. أنا في صفة لا أدري إن كانت خيرة أو غير ذلك، أنا بحب أهل العلم يكونوا حولي ما يكونوا بعد عني، لأن أهل العلم بيجمعوا بكدسوا وعند الضرورة بيطالعوا، أما غير أهل العلم كمستمع فكل واحد يبدع لحاله على أساس أريح له. وبذل العلم صدقة، بارح كان الخميس بعد العصر، واحد تصدق على الموجودين، موجودين قديش واحد منهم أعطاها؟ ألف ورقة؟ ألفين؟ خمسة آلاف؟ كل واحد لحاله شي 100,000 ليرة. نبي كانوا مبارح الخميس، وكان الشيخ عم يعطي، فما زنقلته يروى عن دمن هارون الرشيد، مرت هارون الرشيد كانت تمشي وراه لهون يا دكتور، سلام. ففي اثنين، واحد يقول اللهم اني اسالك من فضل الست زبيدي، واحد يقول اللهم اني اسالك من فضله، اللي عم يقول من فضل الست زبيدة تبعت له جاجي، لكن حاطط له بقلب الجاجي 10 ليرات ذهب. الجاجي شو بدي شافي انا؟ يجي هذاك الثاني يقول له قديش بتبيعها؟ لك اخي ب1,000 ورا ببيعها، هاي 1,000 ورا اعطيني اياها. هذاك ياخذ الدجاجه يروح على بيته يفتح الدجاجه ل10 ليرات ذهب. ثاني جمعه دجاجه ولهذاك 1,000 ورقه، خذ ال1,000 ورقه واعطيني الدجاجه روح. ثالث جمعه الورقة وجاجة، أخي أعطيني الورقة وخذ الجاجة. رابع جمعة قلت له خرب بيتك ما كنت تشبع. قال على إيش؟ قال الورقة اللي عم تعطيني إياها هون. قلت لك الجاجة شو عم تسوي فيها؟ قال والله هذاك يعني بيقول اللهم أنا أسألك من فضلك بشتري دجاجة مني ب1,000 ورا بعطيها، ما بتسوى دجاجة 1,000 ورا، اللي أعطتني أخذه بعطيني دجاجة. بهداك بالدجاجة 10,000 ليرة صاروا 40,000 ليرة، وهذا مسكين لساته على 1,000 ورا.
الذي يقصد الله في كل عمل يجد الأجر من الله، ليس له حد محدود. والذي يقصد الدنيا والبشر يبقى محدود عن مبلغ بسيط، يعني بيجي عن جامع بكير بيخطف ثمار بركة الختم. كان شيخ أمين الله يرضى عنه يقول: يا ابني، بركة الختم تعادل قوة 70 مرشد. كان حرصهم على قراءة الختم أكثر من حرصهم على الدرس. زمانهم، اليوم إذا عدنا بالختم أشوفي بالختم عم يقرأوا أسماء السلسلة، أشوفي أسماء السلسلة، في شيء بأسماء السلسلة عم يدرسوا أسماء واحد ورا واحد، أشوفنا بالأسماء نحن، لأنه ما أدركنا أنه الأسماء كل اسم في معه 10 مليون. والذي يفوتوا 10 مليون ما بيلحق بالدرس ولا 2 مليون. بركة الختم تشعل لك قلبك من جوا، وإذا اشتعل القلب بنور الله عز وجل خير لك من الدنيا وما فيها. بركة الختم أهملناها، وقفنا عند الدرس، أهملنا الحقائق وأخذنا بالقشور. أنا برأيي الدرس قشور أمام قراءة الختم، رأيي بيصلح إلي. لذلك أنا ما بضيع قراءة الختم، وعندي بقلب الجمعة كمان بقرأ الختم، ما بضيع بركة الختم. العلماء هم ضالتي، أنشدهم وأبحث عنهم. وهنالك خلاف علماء القال والقيل، ودول موجود منهم كتير، أما علماء الحال إقلال شوية. وإذا لم يكن لك حال مع الله عز وجل، الكلام لا بيرفع ولا بيخفض، الكلام كلام. إذا لم يكن لك حال مع الله يرقيك عند الله، الكلام ما بيرقيك، الكلام يبقى محدود إلى حد ما. وأبحث عنهم في كل بلد، ولقد وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. حنمكن صار عنده هذا الشعور لما بتجالس عالم، تعود انت وياه، من صفات العالم لا يتكلم معك ولا يتحدث إلا بالله ولله وعن الله. فإذا صدقت في الطلب تجد الطلب من الله وإلى الله وعلى الله. وقال عطاء
عطاء بن رباح: من جلس مجلس ذكر كفر الله تعالى عنه مجالس السوء. واحد ناصب مكيده بده يزحل اكرميك ببركه الذكر، الله بيجعل كيده بنحره وبنجيك. ما عندنا هذا اليقين بذكر الله تعالى، اما بظن ان ذكر الله 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 الله، يعني كيف ذكر الله ينجيك من مهالك؟ شلون؟ اذا رايت من هو ارقى منك، يعني اذا بلغ فلان وزير ما بتركض وراه بتمشي معه؟ لانه هذا عادي، يعني اذا مشينا بحذائه نكسب الارتفاع والعلو. وهل هنالك من هو ارقى واعلى؟ الذي اعطى لقلبه فتره من ذكر الله عز وجل واستنار قلبه بنور الله عز وجل هو خير من الدنيا وما فيها، الدنيا وما عليها زائل. في شيء باقي من الدنيا؟ الله يرضى عن شيخنا. الدنيا وما فيها شو عطته اليوم؟ عطته مراكز، أو وصل إلى المراكز ببعده عنها وقربه من ربه. وفي مجالس الذكر مجالس العلم، تعرفون بها الحلال والحرام، وتعرفون كيفية الصلاة تفرق بين الأركان والسنن والواجبات. هذا كان بزمانه المسلمين يدوروا أين العلم ليتتبعوه. اليوم أين الدنيا يتتبعها؟ حتى طالب العلم اليوم، ذكرت لطالب علم تلفي عنا خطبة وإمامة وبيت بتعود أنت ومرتك ولادك، قال لي قديش بيعطوني؟ قلت له والله المعاش. قال لي أنا بحدده، أنا ما بعرف. قال أنا بدي أعرف بتوفي معي ولا ما بتوفي معي؟ بزماننا إذا صرنا إمامة الجامع وسكنة بالجامع يا سعادتنا، الإمام ببلاش يكبرنا سكنونا. يوم صار بده سكن وبده معاش محدد على كيفه، ما عاد يفكر أن العمل لله. معرفة العلم، الصلاة، الحلال، الحرام، الصوم، التعامل، كيف تهذبون أنفسكم؟ هذا ما بيهذب النفس، هذا بيعطيك علم تجده عندك. قال بعض العارفين:
يا من ضاع قلبه يا من ضاع قلبه أنشده في مجالس الذكر أنشده في مجالس الذكر عسى أن تجده يا من مرض قلبه احمله إلى مجالس الذكر لعله يتعافى إلى مجالس الذكر فيها ما يعافي جسدك وعقلك وقلبك وروحك يعني شو فيها مجالس الذكر شو فيها مجالس الذكر ذكر من لم تقول الله 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 تذكر من هو الله هل هو شبح أمامك هل هو شخصية الله مالك السماوات والأرض ولو عرفت من هو الله لرأيت أن الله الذي هو أعظم من السماوات والأرض هل من مخلوق يستطيع أن يحدد عالم السماء ممكن كيف بنيناها ورفعناها كم عمود في السماء حاملة بلا عمد ترونها من الذي رفعها أنا عم أسأل حالي من الذي رفعها في شي بناء تحت حاملها وهل السماء تعادل الأرض أو أضعاف 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 الأرض كيف محمولة حملها بقدرته بإرادته هل علمتم من هو الله الذي رفع السماء بلا عمل ترونها وبسط الأرض على ماء جمد هل يستطيع المخلوق أن يستوعب بعقله وتفكيره من هو الله؟ ما بعرف فيه قدرة الله هل تعلم أنه أنت اليوم محمي بالهواء كيف نحمي بالهواء لو خرجت عن طبقة من طبقات الجو تصل لمرحلة يصير الدم بيطلع من مسامات الجلد تبعك ما في لي حماية الهواء اللي انت عم تشوفه هذا حامي الدم حتى ما يطلع لبرا هي لحالها هل تستطيع قدرة بشرية عليها؟ بس هي الهواء اللي بيحبس لك الدم بجسمك
إذا انقطع الهواء لا يدم صار يطلع من جسمك. القادر العظيم، هل تستطيع أن تقدر له مكان؟ ممكن نقدر له مكان؟ هل هو في السماء أم في الأرض؟ وين الله موجود؟ ورد: ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هل فرغت قلبك من الأغيار إلى الله عز وجل؟ إذا فرغت قلبك من الأغيار تجد الله في قلبك، وإذا قلبك امتلأ من الأغيار لا تستطيع أن ترى الله في مكان. وهو معكم أينما كنتم، تراه هذا لا يمكن. مين منكم بيحسن يحط عينه بعين الشمس ساعة؟ ما حد رفع اصبعته نص ساعة، ربع ساعة، خمس دقائق حط عينك بعين الشمس تتناوى عليها، هل تستطيع؟ تحسن شيخ حسان؟ قال ما بيحسن. الشمس جزء من آلاف الأجزاء من عظمة الله عز وجل. ولا يحيطون بعلمه. مين بيحسن؟ فلما بتشعر بعظمته سبحانه وتعالى وهيبته وقدرته ويتنازل ويقول لك عبدي اذكرني تجدني في قلبك، هذه العظمة أين نجدها؟ في أي مكان؟ في أي محبوحة؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني الكرسي الذي يجلس عليه هو أعظم من السماوات وأعظم من الأرض. أحد الشباب شكى جمود عينيه، شكى جمود قلبه وعينيه لأحد الصالحين، فأحد الصالحين يعطي دواء، فكان مما وصفه له اصحب أهل الخشوع ولازم الأسقياء الصالحين الذين تنبع قلوبهم بالحكمة. وين هنا دول بعصرنا اليوم؟ فيه لا تخلو، لكن مخبايين ما حدا مطلع عليهم. وتشرق وجوههم بالنور، قد تجد عبد أسود لكن وجهه منير، يتحسس بجليسه أيا كان. أنا بالحرم المكي لا يتحلخت علم، درت وجيت من وراه ما بدي يشوفني، شوفه
بعد ورا ظهره بسمع لي كم كلمة بستفيد منهم. وإذا بنتبه لورا اللي تعال 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 أستاذ لهم، أنا بدي أسمع كلمتين وأهرب. ألزمني بالجلوس. بعد ما خلص الدرس قال لي أنت من مريدين شيخ عمر كبتار؟ قلت له أنت بتعرف شيخ عمر كبتار؟ قال لي لا، بس شيخنا بيحكينا عنه. شو بيحكي لكم عنه؟ قال بيحكي لنا عنه انه هو الكامل المكمل. هو اجنبي. انا استغربت ليش انتبهت علي قاعد ورا ظهره انا. قال لي انا عم اتحدث جبت صورة شيخي. قال له انتبه وراك جماعة شيخ أحمد كبتارو. قال لي فالتفت وجدتك. قال لي خيالي صح أو خطأ؟ قلت له لا خيالك صح. قال لي ممكن تحكيني عن الشيخ؟ طيب هذا باكستاني ما بيعرف الشيخ إلا بالاسم، كيف رأى أنا ورا ظهره وخلص درسه؟ قال لي حدثني عن شيخ أحمد كبتارو. لو لم يكن عنده شعور ضمني وعنده ذكر الله جعل عنده صفاء لروحه حتى استطاع أن يرى من وراءه، هذا يمكن أن يكون هيك لحاله؟ بحكينا عن شيخنا فترة زمنية، بعدين قال لي أنا بعتذر، عندي موعد إن شاء الله بلقاك وقت آخر. ما عشمنا بعضنا، هو راح وأنا رحت. فكيف عرف؟ شاف شيخه هو عم يحكي، شاف شيخه قدامه قال له وراك من جماعة شيخ أحمد كبتارو. بأي عين رأى؟ هي هاي بتشوف لقدام ما بتشوف لورا. لكن عالم الروح، الروح إذا قلت لكم مثل البلور ترى إلى الأمام وإلى الوراء. إذا حطيت البلور قدامك ما بتشوف شو في وراك. البلور إذا كان قدامك وراه مغطى ما بتشوف شو في وراك. فلما بنوجد صفاء الروح، وكانوا يبحثوا عن صفاء الروح، كانوا يتخلوا عن الدنيا بما فيها ليصلوا إلى صفاء الروح، يتخلوا عن الدنيا بأسرها لترتقي قلوبهم بالله عز وجل. اليوم مين في على هذا المستوى؟ ابحثوا بين بعضكم مين عنده قدرة يتخلى عن الروح للدنيا؟ والله كلنا. مين بيتخلى عن الدنيا بما فيها ليصل إلى الروح؟ مين عنده هذا الاستعداد؟
والله نحن عم نشتغل بالعلم، عم نشتغل بالدنيا، ولعل الله يفتح علينا في علم الروح. الروح شوي الروح. هل استطاع العالم أن يحدد حجم الروح أو صورة للروح أو شكل للروح؟ في أي شيء شيخ محمد؟ شيخ محمد قال ما بيعرف، وأنا كمان ما بعرف. إذا بحثنا في علم الروح، هل الروح لها حجم؟ لها صفة؟ لها صورة تعرف بها؟ حدا منكم شايف الهواء؟ هون في هواء هلا ولا ما في؟ حدا منكم شايف الهواء؟ الهواء لا يرى بالعين المجردة، والروح لا ترى بالعين المجردة. الآن فيه بالجو الذي نحن فيه، في علوم لا يستطيع الإنسان أن يدركها. وين موجودة؟ افتح الموبايل، انت قاعد بالجامع، بيعطيك علوم أمريكا وكندا وفرنسا وإيطاليا، أبيعطيك ولا ما بيعطيك؟ إذا كان أغلق عنه الهواء بيعود يعطيه. إذا أثناء الفحص، فحص الطلاب، أغلقوا المحطة، الموبايل بيطلع عندك شيء؟ المحطة تسكرت. فالمحطة الربانية لا تغلق، موجودة ليلا ونهارا ومع كل إنسان. لكن كيف نصل إليها؟ ألا إن لله في دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. تعرض للنفحات الربانية تجدها، تعرض للنفحات الروحانية تجدها. لكن أنا جاي على بالي أكل دجاج محشي، تجي لحالة وانا قاعد، وانا بجيب دجاجات وساوي التتبيلة واحشيها، حطهم بالفرن، اطبخ الرزات اول، حطهم بقلبة مستويين، بعدين حطها بالفرن، بعدين طالع دجاجة محشية، بصير الحالة. مرض المسلمين اليوم، يا ريت روحي يصير فيها الوقت رقيا وأرتقي بروحي وأرى من عالم السماء وعالم الأرض. شلون؟ طيب ابحث، دور، بحبش، شوف أين تجد، تتبع، تصل. قال مما وصفهم أصحاب أهل الخشوع ولازم الأتقياء والصالحين الذين نبع قلوبهم بالحكمة وتشرق وجوههم بالنور. إذا منكم سمع الدرس الخميس امبارح يجد هذه المعاني. كان الشيخ امبارح عم يحكي بمعلومة، بعدين انتقل وسرح
بعلم خوارق العادات بعدين رجع لما كان عليه. اللي كان مبارح بدرس مبارح الخميس المساء يعلم ماذا أقول. قال وتزدان صدورهم بالمعرفة وقليل ما هم وقليل ما هم. أنا بدي أتجاوز حد، هم كثيرون ولكن في عنا شجرة موز مزروعة، حدا منكم شايفها؟ حدا منكم جاي على باله يقطف موزة كده؟ ما شايفين شيء. طيب ابحثوا، هون كان في شجرة موز، ابحثوا بحثوا دوروا بلكي بتشوفوها بتاكلوكم كم موزة. ما شايفين شيء. إذا أنت مالك شايف مو معناها ما في، موجود بس أنت مالك شايف. شجرة الموز كبيرة يعني ما بتغيب عنا، ما لنا شايفين. أنا مالي شايف شيء قدامي، شايف مخلوقات. حدا ممكن شايف مخلوقات؟ مخلوقات، وكلنا مخلوقات، مخلوقات أو مخلوقين. التاء الثاني مخلوقين. قال وتزدان صدورهم بالمعرفة وقليل ما هم. واجتهد أن يكون لك من هؤلاء أصدقاء. الله يرضى عن شيخنا، كان يجمع أجسادنا وقلوبنا، بعدين ما شفنا حدا. الحال الذي كنا نراه مع شيخنا أنا ما عاد شفته. حدا منكم شافه يدلني الكيفية اللي أتبع. كان شيخنا يعود الدرس، كان هالة نورانية تتناثر على الجميع من حيث يرون ومن حيث لا يرون. واجتهد أن يكون هؤلاء لك منهم أصدقاء تلازمهم وتأوي إليهم. إذا عرفنا اليوم صاحب المعرفة يعني شو بدنا لكل وقتنا نحطه عنده؟ لكل ورد دنيانا بدنا نلحق دنيانا. هو الله بيدبره، ما أنا فاضيين. إذا لزمت تصل، وإذا لم تلزم لم تصل. الوصول ما بصير على كيفك. قال وتصل روحك بأرواحهم، واحذر الأدعية. شيخنا بمنين وعنده حسين صدقي ممثل،
شيخنا طلب شوية بوضة بمنين؟ أخ من أخوانا بالشام فات على البيت، أخذت رمسي راد عن بيع البوضة، قال له حط لي اياها الترمسي بالفريزة وعبي لي اياها بوضة، انا رغيب ساعة وارجع اخذها. البياع عباله اياها بوضة وحطها بالفريزة حتى تجمد، بعد شوي اجى اخذها حملها وراح على منين. اندق الباب شيخنا قال شوفوا ابني يلي عم يدق الباب، اذا ما معه البوظة قالوا له ارجع. فتحوا الباب قالوا معك بوضة؟ قالوا ايه. فضلوا بأنو اذن سمع الشيخ عم يحكي بالميم، ولكن لو كان في تليفون لا كان ارضي ولا كان سماوي. الاخ شلون بلغوا وشلون رجاب وشلون حضر وشلون طالعون؟ كان في ارواح تعمل، وإذا خاطبون بالأرواح اليوم في حدا ما بعرف، الشيخ محمد عنده القدرة يحاكي الإخوان بالأرواح. هو قاعد بالبيت إنه جيب لي غرض ثاني جيب له إياه، في هيك شيء شيخ محمد؟ في إخوان عندنا بالجامع والله عندهم قدرات، وهلا الشيخ ما موجود بقول بدي الغرض الثاني، ما بجد ندق الباب وجا الغرض الثاني. القدرات موجوده لكن اشخاصها وين هون؟ وكل انسان بامكانه ان يصل الى هذه، بس عندك استعداد تتخلى عن الأنا ليش؟ مين أنا أول؟ أنا مالي وجود، الوجود له سبحانه وتعالى وهو صاحب الوجود، وأنا مالي ولا ذرة في الوجود. ولا ذرة في الوجود، أنا عبد مملوك ومالك الملك يفعل ما يريد. أنا بدي أعلمه شو وظيفته؟ في بيناتكم على هذا المستوى اليوم اللجوء المطلق للحضر الإلهية ولا يبالي بالصور، مطعوجة جالسة، الصور تقوى لأهل الصور. وكن من أهل الحقائق وابحث في الحقائق تجد الحقائق. واختر لنفسك من ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. الأصل إذا جالسته تطلع من عنده مرتاح. نهض بحالك من إلى. وإضافة إلى نهض بحالك
يدلك قوله على الله. امبارح في حدا كان بدرس امبارح وكان الشيخ عم يحكي على غير الله. مين منكم كان بدرس امبارح سمعتوا شيء لغير الله؟ فإذا جالست من يدلك على الله بدك ترمي سلاحك. الأنا تبعك حطه بتنك الزبالي وكن أسيرا لهم تجد سعادة الدنيا والآخرة. ومن إذا رأيته ذكرت الله تعالى. في ناس مجرد ما بتطلع فيه بتلاقي قلبك شغال، وفي ناس بتطلع فيه بتلاقي قلبك تسكر. هذه الصحبة من أنفع الأدوية لتزكية النفوس. فالطبع سراق والقلب يتأثر بالقلب. تفوت لعند التاجر تعدك ساعتين زمان عنده ما بتسمع كلمة لغير الدنيا. ما برسح كلامي ساعة ساعتين غير الدنيا ما في عنده. هل فتشت على عبد من عباد الله إذا جالسته ذكرك بالله؟ ما بر حدا ممكن تدور موجود شيخ سمير إذا دورنا عليه؟ وإذا أهملنا أهملنا أنفسنا وحياتنا. يتأثر القلب بالقلب والروح تستمد من الروح. النظر، إذا نظرت إلى صاحب معصية بتشوف نفسك تهوى تلك المعصية، وإذا نظرت إلى صاحب العبادة تجد الهوى في نفسك للعبادة. لذلك دور فاجتهد أن تجد لك الأرواح الصالحة صباحا ومساء، أن تجد صاحبا وخليلا. دع الدنيا وأهلها وفتش على من ينهضك حاله أو يدلك على الله مقاله. ادلنا عليهم، أنا عم دور عليهم. الشيخ قاسم منهم، الشيخ قاسم منهم. إذا صحبته مر عليه وقعة زرناه بالبيت قعدنا لنا ربع ساعة زمان ما فتر لسانه عن الدعوة إلى الله عز وجل. ما عنده غيره. أنا طلعت من عنده أنا مستفيد. وكل إنسان عنده طاقات وقدرات لكن عامل كمين ما عم تظهر ونحن لا نفتش عليها. إذا فتشنا نجد. ولقد جعل الله تعالى الفلاح بالتزكية والخيبة والخسران
في إهمال التزكية. ما هي التزكية؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما هي التزكية؟ أنا حابب أعرف التزكية ما هي. في أحد منكم بيرشدني إلى التزكية لأتعلم ما هي التزكية؟ التزكية أحد أمرين، إما أن تجد المزكى فتتبعه، وإما أن تجد صاحب الروح الصافية فتأخذ منه. في غير هيك شيخ محمد؟ دور بتلاقي في عنب اليوم، السمان في عنب ما في، لكن إذا دورت بتلاقي ولا ما بتلاقي؟ بيننا وبين لبنان ساعة، تلاقي في عنب. بيجيبوا من بلدان تانية، عنا بلدنا لسه مطر شوية تأخر بيصير، لسه حصرهم هلا. فكل شيء بدك إياه تجده في هذا العالم، كل شيء بيخطر لبالك تجده في هذا العالم، حتى روحك إذا أردت إنقاذها تجده في هذا العالم. بس فتش على رجل صاحب روح ذكية وتتبع وراءه لعله ينقذك بروحه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله أن يغفر لي ولكم ما جرى منا في ليلنا ونهارنا فضلا منه وكرم، وأن يكرمنا بالتوبة الصادقة بين يديه حتى نلقاه مع رضاه فضلا منه وكرم. وإذا أنت تضرعت وطلبت التوبة من حضرة الله عز وجل، أوعك تظن حالك أنت هو الذي ألهمك، وهو الذي أجرى على لسانك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي منحك. أنت عاجز ما بيطلع بإيدك شيء، لا من قريب ولا من بعيد. الفضل فضله، والكرم كرمه، والعطاء عطاؤه، والإحسان إحسانه، وأنتم آلة بين يديه يفعل بكم ما يشاء. لا، يعطي كلا منكم على حسب طلبه. طالب الدنيا يعطي وطالب الآخرة يعطي، فأنت شو طالب؟ دور على طلبك تجد الطلب موقع. وإذا طلبك كان موقع من حضرة الله عز وجل، مين بحسين يغير لك يا؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يعطي كل منكم فوق سؤله فضلا منه وكرم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نسير على هدي حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نسعى إلى رضاه لنرى رضاه بين أنفسنا في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تقبل من هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم رحمهم الله، أنسهم الله، عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وأهل حقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.